تحتفي الجزائر باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يتناول موضوع المحيطات، مناخ العالم وطقسه، ويصادف إطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة. وبالمناسبة عقد اليوم بالعاصمة ملتقى حول إطلاق توأمة مؤسساتية بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزير النقل والأشغال العمومية. إن استراتيجية الجزائر في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية تتمثل في مساهمة عدة قطاعات أساسية، منها الطاقة، الانتقال الطاقوي، الصناعة، النقل، السكن والعمران، الغابات والفلاحة والبيئة وغيرها. تعتمد على وجه الخصوص على برامج وطنية، مما يعكس التزامها لمواصلة وتكثيف مجهوداتها لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.